إذاعة سلطنة عمان تقدم حوار في القانون، إطلالة على مواضيع قانونية في حوار قانوني هادف. الإعداد والتقديم ميمونة بن سعيد السليمانية. حوار في القانون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم خير وسرور أصدقاء حوار في القانون. مساكم بدايات الصيف وما يسميه الآخرون ربيعاً، أحياناً تختلف في المسميات ولكن النتيجة واحدة. حان موعد حلقتنا الأسبوعية أصدقاء حوار في القانون، وكالمعتاد حوار في القانون هو برنامجكم ومصدركم للمعلومة القانونية الموثوقة التي نناقش فيها بأناة، وهي حوار هادئ يتيح لنا تبادل المعلومة القانونية مع ضيف متخصص. منذ بداية يناير والعاملون على هذا البرنامج يعنيهم نقل المعرفة القانونية بأدوات بسيطة وعملية تلمس حياتنا اليومية وتعاملاتنا بشكل عام. أعزانا متابعي حوار في القانون، اخترنا لكم موضوع الحلقة اليوم وهو جريمة الشيك بدون رصيد. سبب اختيار هذا الموضوع هو إحصائية طالعنا بها الإدعاء العام، حدد فيها أكثر الجرائم شيوعاً في 2014. أولها كان جريمة السرقة، ثم تبعها جريمة الشيك بدون رصيد، وبالتالي كان الموضوع ملح بالنسبة لنا. ليش موضوع الشيك بالرصيد بدون رصيد يعني يأتي في المركز الثاني ضمن الجرائم الأكثر شيوعاً في 2014؟ وللمعلومة القانونية العامة أيضاً جاء في المرتبة الثالثة جرائم حماية المستهلك، وهذا شيء طبيعي لأن تعاملات الناس كثرت وتطور العمل التجاري في السلطنة، وجود هيئة تنظم أعمال وحقوق المستهلك فطبيعي أنه يكثر. ثم في المرتبة الرابعة جاءت جريمة إهانة الكرامة وهكذا، فهذه الجرائم الأكثر شيوعاً. الهدف من وجود هالإحصائيات من قبل الإدعاء العام هو يعني مشاركة المجتمع لهذه الهموم اللي صايرة، أو إيش هي الجرائم الأكثر شيوعا، سواء بالناس اللي يستفيدوا إنهم ما يكونوا ضحية هذه الجرائم، أو من ناحية إنه ارتكابها ربما سواء بقصد أو بدون قصد. فلذلك اخترنا في حلقة اليوم من حوار في القانون جريمة الشيك بدون رصيد. بعد ما كنت آني خيال بيات الصريمة ازعل علي يا حبيبي ليش البطاوي الكريمة محبوب
رجعنا لكم أصدقاء حوار في القانون، وكالمعتاد عشان نتحاور مع بعض ونتبادل المعلومة القانونية مع ضيفنا، أحب أذكركم بأرقام التواصل. أولا عبر رسائل نصية 90484، إذا للتواصل معنا عبر الرسائل النصية على 90484. أما بالاتصال يمكنكم التواصل معنا على رقمي البرنامج 24640234 أو 24640233. مستمعين الكرام، برحب بضيفنا الأستاذ المحامي والمستشار القانوني الأستاذ محمد بن علي اليحيائي. مساك الله بالخير أستاذ. بالخير والنور أخت ميمونة. كيف الصحة؟ الحمد لله. عساكم طيبين. والله طيبين الحمد لله رب العالمين. بداية بس اسمحي لي بس نبارك لأنفسنا عودة صاحب الجلالة سالما معافى إلى أرض الوطن. الحمد لله. هو مع مرور الوقت ما زالت الشعور بالرضا وهذا بالاحتفال ما زال موجود الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله يطول عمره إن شاء الله. إن شاء الله يا رب العالمين. إحنا عندنا عدة محاور مستمعين الكرام. أول محور هو الأصل التاريخي لإصدار الشيك كأداة وفاء. المحور الثاني هو التشريع اللي ينظم إصدار الشيك في سلطنة عمان، ثم نتناقش في المحور الثالث عن عناصر الشيك، ثم المحور الرابع جريمة الشيك بدون رصيد، وأخيرا نتناقش في الاستخدامات العملية للشيك والوقوع في الجريمة. ولذلك أستاذ محمد نحب نعرف مستمعينا على الأصل التاريخي للشيك. ما هو هذا اللفظ؟ هو الشيك طبعا يحل محل النقود، وكان أحد الحلول الرئيسية خصوصا في القرن 17 و16 و17 و18 وحتى الآن، في إن عدم وجود الأمن، عدم وجود النقل والمواصلات، عدم وجود التقنيات الحديثة، وأهمها طبعا الأمن والحروب. فكان أحد الحلول والحل كان فعلا ناجع للموضوع هو استحداث فكرة الشيك، واللي طبعا ما كان بنفس العناصر الموجودة الحالية، ولكن كإثبات حق معين يذهب صاحبه أو المستفيد منه إلى البنك، والتي كانت فعلا موجودة خصوصا في أوروبا القديمة والوسطى، وكذلك يعني في بعد 1800 في الولايات المتحدة الأمريكية. فكان يأخذ الشيك محل النقود ويصرف طبعا نقود ذهبية أو نقود أو مثلا سلعة معينة وهلو مجرة. نعم. فإذا يمكن اقتصاديا في تاريخ الاقتصاد هم أدرى عننا، لكن كان نظام المعاوضة أو بضاعة مقابل بضاعة، تطور إلى النقد. نعم. بعد النقد، ولأن النقد يعني يتطلب مثلا تخزينه والحفاظ عليه واستحداث فكرة المصارف وكل هذا، أدى إلى أن يعني العملة هذه تكون ثمينة وعرضة للضياع للسرقة، فاستحدثوا الشيك لأنه في كانت العملات ذهبية، وكان يعني فهم قصدي ثقل، حتى الثقل نفسه والأمان طبعا يعني هذا كان سبب رئيس في موضوع يعني استحداث فكرة الشيكات. يعني إذن الشيك أستاذ محمد، هل هو بدأ يعني بهذا الشيوع ضمن الأفراد وكل حد، ولا كان في فئة معينة تاريخيا يعني في الغرب يعني وجود الشيك؟ لا، هو كان فئة محددة ومحددة جدا كذلك، يعني هي فئة التجار، ومش كل التجار. يعني التجار ممكن نطلق عليهم الفئة الأولى والتجار الكبار في تلك الفترة. كان هذا السبب فقط لا غير. طبعا هو الشيك هو أداة وفاء بنتكلم عنها وعن تعريفها وكل شيء، بس سبب أنها كانت محصورة على فئة معينة لأنها هي يعني ائتمان، يعني ثقة الشخص الدائن إن هذا المدين عنده هذه الفلوس بمجرد أني أنا استلم هذه الورقة. نعم. فهذا السبب. هو ما كان الشيكات ما كانت تتداول بشكل واسع. يعني كان بين التجار اللي هم لهم يعني مثلا سمعة معينة، لهم ثقل في الدولة نفسها وفي اقتصاد الدولة في أوروبا مثلا، كان هم اللي يتبادلوا بدايتها يعني في الشيكات. أما بالنسبة للتجار الأصغر فموضوع الشيكات ما كان موجود. يعني طبعا بدأت الفكرة تكون رائجة في سنوات متأخرة يعني. نعم. فهي يعني عنوان الملاءة القانونية، الملاءة المالية مالية طبعا. نعم. أيوه.
فعلا. فإحنا الحين في المحور الثاني بنتكلم عن التشريع اللي ينظم الشيك في سلطنة عمان. هذه الأداة موجودة في كل دول العالم ومن بينها سلطنة عمان. إحنا بدينا الشيكات واستحداث الشيك كتعامل موجود من السبعينات يعني. فما هو القانون الذي ينظم يعني مفهوم الشيك؟ هو طبعا قانون التجارة كون الشيك ورقة تجارية أساسا. قانون التجارة هو اللي ينظم. إيش يعني ورقة تجارية أستاذ؟ ورقة تجارية يعني ممكن تطلقي على الشيك ورقة تجارية، الكمبيالة ورقة تجارية، اللي ما يعرف الكمبيالة طبعا هي نوع من أنواع الأوراق التجارية، السند لأمر، السند لإذن، وهلم جرة. هذه أوراق تجارية يعني هذه يتعامل بها في التجارة فقط يعني. هذه فكرتها، وهي جميعها تحل محل النقود، إما كأداة وفاء مباشرة وإما كأداة ائتمان وضمان. إيش الفرق بين أداة وفاء وأداة ائتمان؟ هذا احنا يعني هذا النقطة هي أساس وصلب الموضوع في موضوع الشيكات أو مشاكل الشيكات. الشيك أساسا هو أداة وفاء بمجرد الاطلاع، هذا تعريفه القانوني. أداة وفاء بمجرد الاطلاع يعني أنه الشيك هذا يحل، يعني كأنه الواحد عنده شيك، يعني كأنه هذا الشيك مبلغ مالي على حسب المكتوب يساوي فيه، يساوي الريالات العمانية الموجودة فيه. عندما يعرض هذا الاستلام المبلغ من المصرف فالتاريخ الموجود فيه يثبت أنه هذا الشيك نقود. نقود، أيوة بالضبط. إذا الشيك نقود، يساوي أيوة. نقود، أيوة. الشيك وليس ورقة عادية لإثبات دين، وهذا الخطأ اللي الناس يقع فيه. فإذا الشيك أستاذ محمد هو يعني أصلا أداة وفاة تجارية معروفة، وليس بحد ذاته يشكل جريمة، هو ورقة تجارية يتعامل بها، صح؟ أيوة. هو الأصل أنه اللي يحرر شيك الأصل أنه أساسا يعني عارف أنه عنده في 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 رصيده المبلغ اللي غطى الشيك، وبالتالي استلم المستفيد الشيك على ضوء هالشيء، ووافق مثلا على العقد أو وافق على البيع أو غيره على ضوء أنه هذا أنه استلم مبلغ. نعم، صح ولا لا؟ جميل، صح فعلا. الحين احنا جايبين معانا شيك في الاستوديو جماعة الخير، ونبي انه يعني نطلعكم على يعني عناصر الشيك حسب قانون التجارة العماني. ما هي هذه العناصر استاذ محمد؟ والله هو اهم حاجة طبعا، اهم ثلاث عناصر اللي هو المستفيد من الشيك، المستفيد اللي يحرر الشيك، الساحب اللي يحرر الشيك اللي وقع على الشيك، والمسحوب عليه البنك اللي من خلاله يسحب الشيك. سهل صح، مسحوب عليه هو البنك، البنك نعم. نعم، والساحب هو اللي حرر الشيك. نعم، المستفيد هو المستفيد للشيك، اما يكون طبعا مكتوب لحامله او او باسم فلان او نقدا، ويعني طبعا هذه الاشكال نظمها قانون التجاره العماني بالتوضيح، ولكن هذه الثلاث عناصر الرئيسيه. طبعا لا ننسى التاريخ، تاريخ الشيك هو طبعا الأهم، لكن عناصر أو الأطراف الثلاثة في الشيك هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد. زين، أنت تكلمت عن التاريخ، إيش يصير لو الشيك ما في تاريخ؟ هنا يدخل فيها بتكلم عليه بعد شوية، اللي هو سوء النية من عدم من حسن النية. نعم، أيوة. إذا كان ناسي التاريخ هذا شيء، الشيك إذا ما في تاريخ ما يسحب، ما يسحب. لا، لأنه ما في تاريخ. ما في تاريخ. إنزين، لاحظت أيضا أن في الشيك في بند أو خانة تكتب فيها في مربع يكتب فيه المبلغ بالأرقام وبالحروف، ليش؟ والله تفاديا للخطأ يعني. أحيانا الواحد يقع في خطأ. تفاديا. فيعتمدوا على إيش إذا في اختلاف بين الأرقام والحروف؟ الحروف طبعا. الحروف. هو صعب إنه يكون في خطأ بين. أيوة، لكن إذا صار ترى ليش الحروف، اعتماد الحروف أصدقاء حوار في القانون، لأن ما ممكن تكتب مبلغ شطولة، لأن تكتب 199 ريالا عمانيا يعني وما تتذكر أثناء الكتابة أن في خطأ في الحسبة. أما الرقم سرعة الكتابة ترى هو الرقم يعني عبارة عن عدد الحروف أو الرموز فيه أقل، فاحتمالية الخطأ أكثر شيء في كتابة الرقم بالأرقام. وطريقة الكتابة نفسها تلعب دور بعد. يعني طريقة الكتابة مثلا في واحد يكتب أربعة ممكن يكتبها مثل اثنين بالعربي احنا نتكلم مثلا. أيوة. حتى باللغة الإنجليزية فعلا نفس الشيء، ممكن تكون في يعني أو الصفر يعني تطول شوي تصير واحد. بالضبط بالضبط، هذه هذا النقاط فعلا. فإحنا الحين تعرفنا على عناصر الشيك. أيضا بس حبيت ألفت انتباه الناس أنه دفتر الشيكات عادة في عدة يعني أوراق، بالإنجليزي يسمونها ليفز. زين، عادة الدفتر في 50 ورقة، 50 شيك يعني، ومحطوطة بالتسلسل، فيها تسلسل فوق، وأيضا في
يعني جزء من كل شيك هو جزئين، جزء صغير وجزء كبير. الجزء الكبير اللي هو اللي تستقطعه تعطيه للدائن أو المستفيد، والجزء الصغير هو جزء تحطه معك. ليش هذا الجزء الصغير موجود أستاذ؟ والله هذا الجزء يعني مرجع للساحب، لصاحب الشيكات، دفتر الشيكات مرجع لي مثلا وين صرف المبلغ اللي صرفه وكذا. لأن الرقم اللي فيه في الشيك هو نفس الرقم اللي محرر، يعني مكرر مرتين. فأنت القرطاسة الصغيرة هذه ضروري تعبيها عشان تعرف رقم الشيك، هذا بتنسى أنت في المستقبل ما تعرف تاريخه. تحصل القضايا، يعني تحصل أن واحد يريد مثلا استرجاع شيكاته ومشكلة شيكات ما أعرف حتى أرقامها كم. أيوة. تحصل أو أعدادها ما كذا. أيوة فعلا. إنزين نحن نتكلم عن استخدامات الشيك حاليا في عمان. إنزين الناس كيف تجي تستخدم شيك؟ التجار وعرفنا شركات تجارية عندها أعمال وعندها معاملات، ماذا عن الأفراد؟ والله الآن الأفراد جل استخداماتهم للشيك هي في موضوع الأقساط. يعني كاد يكون تقريبا أكثر من 95% هو أقساط سيارات، أقساط أدوات منزلية، أقساط أي شيء يعني. فهو تستخدم الأقساط. جميل، بنكمل هالاستخدامات بس بعد ما ناخذ هذا الاتصال. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور أستاذ ميمونة المسي بضيفة الأستاذ محمد الحنائي. أهلا مرحبا الأخ محمد اليحيائي، تفضل. محمد اليحيائي، معك سالم بن محمد الجعفري من ولاية قعلان بالرباعي. أهلا بك الأخ سالم. موضوعكم جدا شيق وهو في الصميم. سؤالي لضيفك الكريم، آلية استخراج الشيكات لدى البنوك. آلية استخراج الشيكات؟ الشيكات. نعم لدى البنوك. كم عدد الشيكات المرتجعة بشكل سنوي أو شهري، وما أسبابها، وهل عملنا بحثا إجرائي حول المشكلة؟ نعم. المستفيد. المستفيد من الشيكات المرتجعة هي البنوك، عندما نجد أن ربما ضيفك تكلم، أنا لم أستمع للحلقة ولكن أودت أن أشارك بما أنكم يعني على حسابك تويتر متابع لك دغي، فوجدت فحبيت أن أشارك في هذا الجانب. أهلا بك. وحقيقة بعيد يعني عن الإذاعة، ولكن الشيكات المرتجعة أختي ميمونة هي المستفيد منها البنوك. كيف المواطن أصبح بين المطرقة والسندان، بين 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 البنك وبين القضاء. بسألك سؤال أستاذ سالم، ليش البنك هو المستفيد؟ كل شيك يرتجع إذا ما التزم الشيك، لأن الشيكات أصبحت تعطى لأي شخص يريد استخراج شيك يعمل 100 ريال أو 500 ريال مؤقت، وبعد ذلك يحصل على دفتر الشيكات، ثم للحاجة المواطن ربما. ولكن عندما لم يفي بهذا الوعد، تجد ان كل شيء مرتجع البنك يستفيد 15 ريال. نعم، بس انا سؤالي كالاتي، يعني ما يصير كل جريمه يكون السبب مؤسسه او جهه؟ يعني ليش الشخص اللي اصدر الشيك هو ما مسؤول عن تصرفاته؟ شوفي يا اختي العزيزه، يجب نحن ننظر الى واقعنا. شركات التامين تتعامل، شركات التمويل بشكل عام تتعامل مع البنوك. نعم، أصبح الآن تشتري سيارة، الشركة التمويل تشتري لك، وبعد ذلك هذا الشيك هو ضمان حق للمواطن، وكذلك يحاسب عليه القانون، أنا واثق. لكن نحن هل لدينا التوعية الكافية للمواطنين من مخاطر هذه الشيكات؟ نعم، أظني ما معنى التوعية الكافية، لأن أصبح كل يعني ربما إفاء، ولكن نجد أن كثيرا من المواطنين تورطوا، أو المقيمين في هذا البلد تورطوا من إجراء هذه الشيكات. فأنا أتفق معك أنه لو في وعي ما كان بتكون جريمة رقم يعني رقمها 2 في إحصائية الإدعاء العام 2014. ثالثا بالنسبة لبلاك ديسك، إيش بلاك ديسك؟ ما هو مدى تأثيرها على العميل بالبنك عندما يحصل هذا الشخص؟ جميل هذا السؤال. على أن يضع اسمه ضمن القائمة السوداء أو كذا، فربما إن لا يستفيد من خدمات مصرفية في مؤسسات أخرى. سؤال جميل جدا. فكيف كذا أردت ضيفك يتطرق إلى هذه الجوانب؟ حلو، جميل، سؤالك جدا جميل ومداخلتك ثمينة. وبعد أختي ميمونة، وبعد كم فترة يمكن أنت يعني تشال، يعني ربما شيك مرتجع شيك في شهر يناير وهو عفوا حتى شهر ابريل او مايو او يوليو
بعد ذلك تم ملتزم. كم المدة أن يلقي أو يظل هذا في الصحيفة البنكية والاقتصادية للشخص؟ جميل، أسئلة جميلة جدا كالمعتاد. يعني صديق البرنامج سالم الجعفري، ألف شكر وتحياتي لك. شكرا أستاذ ميمون، والشكر لضيفك. ألف شكر، جزاك الله خير. حسن، وأنتم منتثرون وتثقفون في القانون والنواحي القوانين القانونية، نحن محتاجين لها أكثر فأكثر. فعلا إن شاء الله توصل المعلومة القانونية والمعرفة القانونية للجميع إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا، جزاك الله خير. شكرا لك. أحسنت أحسنت. معنا أيضا رسالة نصية جميلة. السلام عليكم، أنا أول مرة أستمع للبرنامج، وبصراحة برنامج شيق ومفيد ويستحق المتابعة. أبو شيخ الكاسبي، مرحبا بك أبو شيخ، صديقا في برنامج حوار في القانون. برنامجنا يأتي كل يوم جمعة من 8 إلى 9 بعد ما تخلصوا الواجبات العائلية والراحة والغداء والعشاء، بعدين تابعوا حوار في القانون. طبعا بس أنا عندي، مع أني أنا مش كثير في العربي، بس برنامج شائق وليس شيق، هذا خطأ شائع. أستاذ محمد، نرجع إلى حوارنا. إحنا كنا نتكلم عن استخدامات الشيك في عالم التجارة أو في حياتنا اليومية، ولكن أستاذ سالم الجعفري أيضا في مداخلته ذكر أن يعني البنك وشركات التمويل تلعب دور في انتشار استخدام الشيك، فما رأيك؟ يعني لو سمحت لي أنا بجاوب على أسئلة الأخ سالم مرة واحدة، لأنه هي كلها مرتبطة ارتباط موثوق يعني وثيق. طبعا في نقطة أساسية يجب المواطن يعني ينتبه لها، عدم مبدأ قانوني معروف هو عدم جواز الاعتذار بجهل القانون. هذه أهم نقطة يعني بصراحة المواطن ينتبه، لأنه من خلال الممارسة وجدنا أنه في ناس يعني ما يتصور أنه موضوع ممكن يكون مجرم أو موضوع ممكن، ودائما يستخف بالقيمة القانونية للشيك وكذا. وهذا على فكرة لو عملتوا الاستطلاع بتجدوا أنه أكثر من 40-50% فعلا ما يدركوا حجم يعني إصدار شيك بدون رصيد، أنه في جنحة. وعلى فكرة طبعا عشان تكون الصورة واضحة، قانون الجزاء العماني في المادة 33 ضمن الشيك من ضمن الجرائم الشائنة. الجرائم الشائنة يعني اللي هي دائما توفي في إعلانات التوظيف وغيره، أن لا يكون محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالأمانة والشرف. نعم، ما تلاحظي هذه. أيوة. هذه هي الجرائم الشائنة، يعني لها تأثير كبير. هي طبعا يعني هي الفكرة مش بس فكرة أنه طلع الشخص بكفالة أو سدد أو كذا، هذه طبعا لأنها فيها تدخل فيها الاحتيال، تدخل فيها النصب، تدخل فيها، فهم قصدي؟ فهذه الأشياء للأسف الناس حتى الآن، حتى الناس المتعلمة يعني ما تدرك أنه يعني خطورة إصدار شيك بدون رصيد. طبعا بالنسبة لكلام الأخ سالم موضوع البنك، أنا من وجهة نظري البنك هو طبعا هذه ميزة يعني فاسيلتي يعني وميزة تقدم يعني وتسهيل العميل عندها حتى يستطيع انه يشتري سياره، حتى يستطيع انه يدفع نقدا، حتى يستطيع انه يدفع بالشيك، صح ولا لا؟ نعم. فالبنك ما مستفيد، لانه البنك في حاله الشيك المرتجع يخصم 15 ريال، يمكن ال 15 ريال ما تروح للبنك، تروح للبنك المركزي ربما، صح ولا لا؟ فعلا. البنك ما مستفيد، بالعكس البنك من مصلحته انه المعاملات تمشي. شركه التمويل طبعا هي تدفع مثلا لوكاله السيارات او للتاجر الآخر اللي قصدي الزمون اشترى من عنده، صح ولا لا؟ فشركة التمويل أساسا استفادت من قيمة الإجمالي المبلغ الفائدة مالها، وتم توزيعها على 48 شهر أو 60 شهر، فحتى شركة التمويل ما مستفيدة في الموضوع. يعني كلام الأخ سالم مرد عليه فعلا ما في استفادة لا للبنك ولا لشركة التمويل أو أي طرف آخر من موضوع ارتداد الشيك، بل بالعكس يعني في خسارة لهم. أنا وجد نظر فعلا أكيد، لأنه يعطل أمور الناس. وسألني عن موضوع مثلا البلاك ليست والقائمة السوداء مثلا، أنا اللي طبعا هذا ما اختصاصي، يعني هذا اختصاص دائما البنك المركزي والتشريعات، ودائما يعني على حسب اجتماعات المجلس المحافظين وغيره. بالنسبة لموضوع الارتداد الشيك، الشيك إذا رجع مرة واحدة ما في مشكلة، إذا رجع نفس الشيك رجع مرتين يروح بلاك ليست. لازم الشخص اللي يحط مثلا في البلاك، يمكن تعرف اكثر مني هاي النقطه، اللي يكون اسمه في البلاك ليست يروح يجيب رساله، اذا كان شيك على شركه تمويل مثلا او لصالح شركه تمويل، يجيب رساله من شركه التمويل انه تم التسديد، تم السداد. اي تم السداد، يروح البنك ياخذ اجراءاته العاديه وبالتالي تنتهي المساله. يعني طالما تم السداد وجاب رساله اوتوماتيكلي لهذه الاشياء، يعني يتم إزالة اسمه من القائمة السوداء. بالضبط. احنا بنكمل موضوع القائمة السوداء بس بعد ما ناخذ هالاتصال. مساء الخير. مساء النور. الأخ محمد المعمري. مساء
نعم، كيف الحال؟ الحمد لله طيبين، شو اخباركم؟ الله يسلمك استاذ، امس عليك وعلى ضيف الكريم. بالنور والسرور. من وين تكلمنا الاخ محمد؟ اكلمك من عبري، من ولايه عبري. اهلا بك ومرحبا بك. كيف عبري فيها امطار ولا ما بدكم شيء؟ لا الحمد لله، الاجواء يعني شوف مغيمه. يلا الحمد لله رب العالمين. عيل في المساء الحين في الخارج الامور طيبه ولا كيف؟ لا الحمد لله الامور طيبه الحمد لله، اكيد بصحبه العائله وال يعني الاسره وهكذا الامور يعني والاجواء طيبه اكيد. تفضل اخ محمد، احنا موضوعنا اليوم اليوم موضوعنا عن جريمه الشيك بدون رصيد. نعم استاذ، انا دائما اسمع يعني وكذا، تعرض لكم قضيه شيك يعني، نعم مش متهم لكن يعني اطالب ناس بقيمه شيكات. اللي كنت اسمعه دائما انه هذا الشيك، انه الشيك يعني ورقه حالها من حال النقود، يعني لما واحد يعطيني شيك بقيمه 1000 ريال كانه اعطاني 1000 ريال في مساله الضمان، يعني انا ضامن انه هو معطيني 1000 ريال خلاص كاني استلمت 1000 ريال. نعم هذا اللي نسمعه دائما، انه هذا الشيك هي ورقه كانها نقد، صحيح مقام النقد فعلا فعلا كلامك. لكن الان سمعنا شيء اسمه شيك ضمان. من وين جاءت فكره شيك الضمان؟ ما دام انه في الاصل انه هذا الشيك هو كالنقود. جميل سؤالك في محله. فكره شيك ضمان يعني حكم مثلا حكمت المحكمه ببراءه المتهم، طيب ليش براءه؟ قالك لانه شيك ضمان. بس اللحظة عشان يستفيد المستمعين من وجودك معانا في الاتصال هذا، أنت كل الناس اللي يعطوك شيكات عسى يدفعوا يعني هم قاصدين؟ لا هو يعني مثلا يشتري عنده بضاعة. جميل. فيقول إن هذا الشيك، أنت شيل هذا الشيك وأنا بسدد لك. وإذا ما سددت لك روح اصرف ابي اسدد لك، يعني انت ما تروح البنك هو بيجيب لك بعدين الفلوس في التاريخ المطلوب؟ بيجيب الفلوس، اذا ما جاب الفلوس بروح البنك. كذي هو رايح. ايوه ويوم تروح، هو قصده يوم تروح البنك هناك فيه فلوس يعني، صح؟ وكذا الاتفاق كذا هو. أيوة. ما عندي الحين. جميل. لا لكن بهذا التاريخ اللي بعطيك مثلا، اعطيتك مثلا الشيك بتاريخ 30/4 ولا 1/5 بهذا التاريخ، انا بيكون هذا النقد هذا متوفر عندي. انا الحين لما استلم، المفترض اني لما استلم هذا الشيء اكون انا واثق. انا في المستقبل لما اسمع انه والله يمكن شيك ضمان اليوم، شيك ضمان بكره، شيك ضمان بعد بكره، شيك ضمان، ما اوثق فعلا. يعني يصبح هذا الشيء. انت حاليا يعني كيف تتعامل مع الناس يعني بخصوص الشيك الحين؟ خلاص يعني ما ترضى بمعامله مع الشيك ولا ايش؟ عشان امشي اموري. تمشي اموري. مضطر اني اخذ شيكات. فعلا صحيح. مضطر اني اكمل بهذا المدى. نحن بننقل. ايوه. لكن هذا الشيك الحين اصبح كانه ايش؟ كانه ورقه عاديه، كانك كتبت لي ورقه وقلت لي علي، وقلت لنا علي 1000 ريال فقط. فعلا صح كلامك. ايوه. لا احنا سالتك. تفضل. بس هذه النقطة أول شيء، شيك الضمان يعني أنا أبغى يعني أفهم. هذا الشيء من وين جاءت فكره شيك الضمان؟ دام انه هذا الشيك في الاصل انه هو كالنقد. فهمت الفكره. زين سؤالك. أيوة. الثاني استاذ محمد، السؤال الثاني استاذ فيما يتعلق يعني احيانا نريد نعمل تسويات عند اشخاص معينين، نعم، وبيكون هو مثلا موكل محامي ولا شيء من هذا الخصوص، فاقول طيب الحين تعال نعمل تسويه، مثلا القضيه وصلت للمحكمه، تعال نعمل تسوية، ما في مشكلة. ترى خلاص أنا متأخر علي، تعال نعمل تسوية. يقول لي خلاص جاء وصلت المحكمة، خلاص ليش أعمل تسوية؟ هذه القضية ما راح تروح عنه هذا الشخص. نعم. موجودة عنده، ما يعني حتى لو أنت رحت وقدمت تنازل ما يفيد التنازل، أنت ما بتفيده بشيء. نعم، فأنت إيش يعني سؤالك في الجزئية؟ الحين سؤالي يعني ليش انا مثلا انا مقدم شكوى وشيكات، لما اروح عندهم المحكمه وانا خلاص نازلت عملت عند هذا الشخص تسويه وخلاص مثلا قصرت لي المبلغ هذا قسطين، لا حول هو خلاص لا ترى متاخر. ايوه يقول لي هو انا ترى ما بستفيد من تنازلك. ايوه خلي هذه الدعوه او خلي هذه القضيه تمشي ويحكي يعني ما يلتزم يعني بالتسويق، يقول خلاص خربانه. وجهة نظر هو انه ما يستفيد.
صحيح، فما عنده دافع ولا يعني أيوة. اي شو اسمه يدفع لك. هو يقول دامك انت خلاص تشتكي بي ما دام اشتكيت علي خلاص محمد. جميل، واضحه الاخ محمد. أيوة. نشكرك ايوه على اتصالك. عندك سؤال اخر او كذا؟ جزاك الله خير. الف شكر وشكرا ومرحبا بك صديقا في برنامج حوار في القانون. الحسن والدع طبعا والرقي والرزانة اللي على هيئة شغي. الحسن والدع طبعا والرقي والرزانة اللي على هيئة شغي. العقل والطيبة والقلب الكبير منطقي مني أحبك منطقي. الحسن والذوق طبعا والرقي والرزانة اللي على هيئة شغي. الحسن والذوق طبعا والرقي والرزانة عدنا لكم. ومنطقي جدا منطقي ان الشيك يعني أداة وفاء، أداة لتسهيل تعامل الناس، وغير المنطقي انه يتحول الى شيء اخر. والاخ محمد المتصل الاخير اعطانا بعض الامثلة العملية على كيف استخدام الشيك يكون غير منطقي. خلينا نذكركم مرة ثانية بوسائل الاتصال عندنا على الرسائل النصية 90484 وعبر الاتصال 24640234 24640233. أستاذ محمد، الأخ محمد معمري من عبري تكلم عن عدة أشياء، حالات عملية لاستخدام الشيك، ما هو تعليقك؟ هو محمد اختزل يعني كل التساؤلات ونفس الكلام اللي قلت لك، هو يعني عدم جواز الاعتذار بجهل القانون كمبدأ قانوني. الناس ما فهم هذه النقطة. زي ما قلنا لك يعني انه الشيك نظمه قانون التجاره بحكم انه ورقه تجاريه، لكن كتجريم نظمه قانون الجزاء العماني الماده 290 والماده 291، واللي تنص على انه كل من اقدم يعاقب بالسجن من سنه من 3 أشهر الى سنتين وبالغرامه من 10 ريالات الى 500 ريال لمن اقدم على سوء نيه، وهذه اهم نقطه، على سحب شيك بدون مقابل. سحب شيك يعني إصدار شيك أساس تكون مفهومة بالنسبة للمستمعين. وفي المادة 291 يعاقب بنفس العقوبة يعني كل من أجبر شخص أو بمعنى صح حمل الغير على إصدار شيك، يعني كأنك أنت مثلا الآن أنا أعرف أنه ما عندك رصيد بس في مستحقات لك حرري شيك ليه ما بعدين أو بسوء نية فشوفي نفس العقوبة في توازن يعني فاهمة. هذا بالنسبة للشيك. طبعا الشيك متى يكون في سوء نية من حسن النية؟
بنتطرق بعد لحظة أول شيء بنتكلم عن 290 لأنك ذكرتها الآن. أول شيء العقوبة إيش هي؟ عيدها أستاذ عشان الناس تكون معنا في الصورة. أيوة هذه حتى كل واحد إذا عنده دفتر شيكات يفتح الصفحة الأخيرة وبيشوفها موجودة. يعني جزاه الله خير البنك المركزي فعلا يعني من بداية الألفين الألفية الثالثة اشتغلوا جدا في موضوع الشيكات. يعني مثلا يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى سنتين ممكن 3 أشهر يعني 3 أشهر إلى سنتين يا جماعة إصدار شيك بدون رصيد بالله. بس لازم يكون بسوء نية. عطنا مثال عملي أستاذ محمد على سوء نية في إصدار شيك. أنا أعطيك حاجة اسمها بمفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة شيكات السيارات مثلا تطرقنا لها. شيكات السيارات ما تعتبر فيها سوء نية لأن الطرفين اتفقوا شركة التمويل والعميل الساحب الشيك على أني أنا بسدد لك على أقساط 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات أنا بعد سنة ما أعرف موجود عندي ما موجود. هذا الشيء. الشيء الآخر طبعا هنا من الوهلة الأولى انتفى سوء النية لأنه في اتفاق بالطرفين وفي قصد أني أنا أدفع لا وفي وأنه السيارة أصلا أو المعدة هذه أو كذا مرهونة أساسا للشركة. ففي نقاط مهمة يعني وهذه طبعا بالنسبة للشيك اللي ما في سوء نية. سوء النية دائما وين يكون؟ يكون موجود في مثلا بيع عرض سريع يعني تعامل بين شخص وآخر اشتريت سيارة معاملة لمرة واحدة يعني بعد بكرة التحول لبكرة مثلا تسجيل العقار هذا باسمي أو السيارة أو 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 التاجر عطني البضاعة هذه واستلم بعد يومين يعني مثلا ياخذ الفائدة من المعاملة. مثلا على سبيل المثال لو هو شاري بيت ياخذ الأرض تكون في حوزته. إذا كان شاري مثلا بضاعة يستلم البضاعة بس ما دافع هذه سوء نية. استلام يعني هو المبيع سوء نية دائما هو طبعا يخضع هو الأصل إنه إصدار الشيك وما في رصيد الأصل إنه في سوء نية الأصل. لأنه الشيك زي ما قلنا أداة وفاء بمجرد الاطلاع يعني فلوس. إذا بالغوازي أو الفلوس مش موجودة في الحساب في البنك أيوة مساوية للمبلغ اللي حرر به الشيك نعم هذه سوء نية. هذه سوء نية الأصل كذا. لكن طبعا وهذه نقطة يجب أن نذكرها وأوضح بس للأخ محمد معمري إنه هذا الفرق بين الشيك اللي هو يكون طبعا يدخل كحق عام يروح للادعاء العام في تحقيق صاحبه مجرب هو هذا الشيك اللي في ذكره يعني كمثال آخر أو ثاني إنه حتى أنا لو تصالحت معك الجريمة أو الجنحة بتكون خلاص يعني مسجلة باسمي لأنه أيوة لأنه فيها حقين حق مدني اللي هو أنك ترجع فلوسك وتتصالح معه وحق عام اللي هو من هذا الحق العام اللي يمثل الشعب كله أنك أنت ارتكبت خطأ. أيوة هذا يعني أنا بغيت أتكلم عن الحق العام هذا أكثر ولكن بعد ما نخلص الجزية اللي ذكرتها مادة 291 نعم. شو الفرق بين 290 اللي جرم صاحب الشيك اللي يكتب شيك بسوء نية أنه ما عنده الفلوس ويبغى مثلا يعني يحتال على الشخص اللي المستفيد وإنه يستفيد من بضاعة أو شيء ولكن ما يدفع له ويعني ما يعوده ويضطر هو يراجع ويمشي وراه عشان يدور على فلوسه وبين مادة 291 بس بعد ما ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم مساء الخير. السلام ورحمة الله وبركاته النور. اهلا وسهلا حياكم الله. اهلا وسهلا حيا مرحبا من معنا الاخ زايد الفارسي معك. اهلا مرحبا الاخ زايد كيف الصحه؟ حياك. من وين تكلمنا الاخ زايد؟ والله انا من بريمي الان موجود. اهلا بك. كيف الاجواء في البريمي؟ والله الحمد لله طيبه جميله الحمد لله. تفضل الاخ زايد. الحمد لله. بس تعقيب على المكالمه الاخ محمد فيما طبعا انتو الاخ الفاضل ضيفك اللي عندك الاستاذ محامي محمد اليحيائي طبعا احنا نستفيد منهم هذا الفئة طبعا ما عليهم يعني ما حد يقدر يعقب عليهم طال المحامين. لا لا تفضل احنا هنا نتحاور حوار في القانون. هو فقط تعقيب على مكالمة الاخ محمد فيما يتعلق بقسم حسب مفهومي الشيك الى نوعين شيك ضمان وشيك وفاء. نعم. فإذا اتفق مثل ما الأستاذ محمد مثل ما الأستاذ المحامي وضح ضرب مثال على شركات السيارات هذا بالاتفاق في حالة إن أنا أتفق مع شخص إن أنا أعطيك هذا هذه الورقة اللي هو الشيك بس ترى هذا فقط يعتبر شيك ضمان يعني أنا معناته اتفقت مع الطرف الآخر بأنه هذا الشيك شيك ضمان وليس شيك وفاء. وفي المقابل ممكن اتفق مع شخص اخر اللي هو المعامله العاديه ان انا اعطيه هذا الشيك مقابل ان انا التزم في الموعد محدد الدفع هذا الشيك. هذا تعقيبك استاذ زايد؟
هذا التحقيق. إنزين أنا ممكن أطلب منك خدمة أو أني يعني تسمح لي أقول لك معلومة؟ تشريف طبعا. الله يسلمك. شوف أنا اليوم في حلقة اليوم بس لو الناس المستمعين توصلهم المعلومة وينقلوها لكل حد، لا يوجد مصطلح شيك الضمان، هذا المصطلح مش موجود في التشريع العماني إطلاقا. هذه إذا استحدثوا إذا كان إحنا ما موجود فأنا أشوفه حقيقة طيب. يعني أنا بقول لك شغلة، في أدوات ثانية، شوف في أوراق تجارية ثانية ذكرناها في بداية الحلقة مثل الكمبيالة، مثل إذا أنت تبي تثبت الدين، ما أنت تبي تثبت الدين عن طريق الورقة هذه، زين في طرق أخرى لإثبات الدين، وإذا تريد أداة وفاء غير الضمانة، ما تبي تضمن أن مثلا هذا المال يعني أنا دائن وأنت مدين، إذا ما تبي أداة وفاء أنه يدفع لك، تبي بس تثبت أن هذا المبلغ مستحق، في وسائل أخرى. لكن الشيك في بنتناقش فيها في المحور القادم، ليش أنا أنصح بهذه النصيحة؟ لأن الشيك جريمة، الكمبيالة ما جريمة إلا إذا فيها طابع الاحتيال. فأنا أشكر اتصالك وأتمنى توصل لأكثر عدد ممكن من الناس أنه شيك الضمان ترى غير موجود في التشريع العماني، وشاكر اتصالك أخ زايد. المعلي بس احنا نريده يكون موجود، ايش المشكله يعني؟ لانه عندنا الان دول جوار قريبه موجود هذا التعامل موجود. ايوه بس كثيرين للناس. على فكره جريمه الشيك يعني ليش احنا نخلي الامور دائما صعبه يعني؟ لا في اوراق اخرى، هذه جريمه. في 5000 شخص اليوم في عمان او مؤسسه، زين هذه احصائيه الادعاء العام، في 5000 شخص يتم إدانتهم بجريمة الشيك. ترى فيها أول شيء تبعاتها، أتمنى تسمعنا لنهاية الحلقة بنتكلم عن تبعات الإدانة في جريمة الشيك بدون رصيد، يعني مشكلة كبيرة. البدائل أنا أتفق معك خزايد، أكيد لازم يكون في بدائل أخرى يعني أكثر ابتكارا. أنا ترى أنا أختي العزيزة ترى أنا ما عندي الحمد لله، يعني أنا أعي جدا يعني إيش معنى شيك، لكن وجهة نظري أو من خلال تعاملي مع دول الجوار مثلا اشوف انه ما ذيك يعني ما ذيك اللي انتم معطينه نفس الزخم يعني. هو لانهم هم يمكن ما يذكروا ان في ناس في السجن، يعني في ناس محبوسين بسبب وتسهيل للناس دائما يعني او تسهيل للمواطن. أيوه. يجب انه ما نكون مثل ماسكين العصا يعني دائما يعني. زين ايش رايك تسمع لنا في الحلقه بنذكر البدائل، ايش رايك استاذ؟ طيب زايد طيب طيب ان شاء الله. طيب الف شكر على اتصالك، جزاك الله خير. الله يسلمك. طبعا الأستاذ زايد تكلم عن تساؤلاته وملاحظاته على نخلق بدائل أخرى. نحن بناخذ اتصال آخر وبعدين بنرجع لمحاورنا. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. يمكن راح الاتصال. احنا بنرجع إلى، كنت انت تذكر مادة 290 وقلت ان هي من قانون الجزاء العماني تجرم على اصدار ساحب شيك بدون رصيد بسوء نية، وجريمتها عقوبتها من 3 شهور الى 2 سنين. نعم. مادة 291 ايش تقول؟ والكل من يعني اقرأ المادة، يعني هي كل يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، كل من اقدم على معرفة على حمل الغير. شوفي يعني حمل الغير، يعني انا عارف انه انت ما عندك رصيد، رحت انا قلت لك لا انت اشتريت السيارة اعطيني شيك، تقول لي انا بعطيك والله بعد سنة، قولي لا اعطيني شيك، تقنع المدين انه اعطيني شيك. ايوه. وهو تعرف انه ما عنده فلوس. لا سوء النية اللي انا اعرف مثلا اني انا قصد الاضرار بك يعني. هذا سوء النية في النقطة هذه. هي الفكرة، فكرة المادة 290 و200 والمادة 291 هو يعني رفض المشرع، رفض تام لموضوع إصدار شيك بدون رصيد. جزاك الله خير، أنت ذكرتي موضوع لأنه ما في شيك ضمان، فعلا ما في شيك ضمان، ولكن للتسهيل وللأسف يعني وما في وجود بديل اللي هو بديل عملي مثل الكمبيالة زي ما ذكرت، رغم أنه في بعض البنوك تستخدمها، وإنما تلجأ الناس في الديون تروح للكاتب العدل تعمل إقرار وسكدين وكذا. هذا بدائل صح؟ هذا بديل لكن بديل بطيء، يعني أنت لما يكون في مثلا يعني التنفيذ ما له صعب شوي. يعني لا طبعا هو مش موضوع صعب قدر ما الموضوع أني أروح ضمان أمسك دور أنتظر بكرة يجي شهود. لا في آلية معينة، هي فورم معين في الكمبيالة والناس تمشي عليه، ورقة أيوة مستخدم في الدول الأخرى يعني غير دول الخليج ضمان. هذه النقطة، موضوع أنه الشيك كيف صار ضمانة وكيف في بعض الناس يروح والله يقول لك أنا أعطنك شيك ضمان، ما في حاجة أنا أعطنك شيك ضمان أصلا. أيوة. زي ما ذكرت يعني شيك ضمان ما في كلمة شيك ضمان صحيح، لكن في 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 قرار المحكمة العليا أتذكر على ما أذكر 55 مشهور القرار هذا. أنا أبي أتكلم عن القرار هذا لأن موضوع مهم جدا يفهموه المستمعين. بس في اتصال نشوف الاتصال. ألو مساء الخير.
مرحبا اختي، كيف حالك؟ الحمد لله بنعمة. محمد الحسيني معك، وضحب بالضيف الكريم اقول معك. اهلا بك اخ محمد، منين تكلمنا؟ والله مسقط. من مسقط، يا مرحبا بك، كيف الصحة؟ اختي الحمد لله. اختي معي موضوع بسيط، معي موضوع بسيط. تفضل. الموضوع، انا عندي تشيكات بنك التمويل، اوكي، تشيكات هذه فيها قيمة حوالي 8 ريال تنسحب تقريبا، تمام؟ نعم. التشيكات هذه انا اعملها على تاريخ 10، من كل شهر تاريخ 10. نعم. التمويل زين، او البنك تحصليني اخر تشيكات من تاريخ 20، فمثلا انا حاط في البنك مبلغ 85 ريال او 84 ريال على اساس اني انسحب التشيك. اتفاجئ ان ايش البنك او التمويل اخر الموضوع لمده حوالي 10 ايام التشيك ما سحبه، فتحصل البنك ياخذ عموله على المبلغ الموجود، مثلا 80 ريال، اوكي، داخل حساب 80 ريال عشان التشيك. اتفاجئ ان التشيك استرجع، لأن سرقة عندنا ما في رصيد، البنك خفض عمولته يمكن 2 ريال على حساب جارية أو حساب توفير، فوش يكون مصيري بعدين؟ حلو هذا السؤال، جميل جدا سؤالك. يعني هل أتأخر زيادة المبلغ؟ أنا مستعد أقبلهم كشف حساب، لأن تاريخ 10 وتاريخ 11 أنا أعطيهم مال أسبوع، لأن تاريخ 10 تاريخ صاحب الشيك المبلغ موجود 8 ريال، تمام؟ وأعطيه بعدين بعد تاريخ صاحب الشيك أسبوع زيادة. زين، المبلغ موجود 8 ريال، بعدين تفاجئ ان البنك ياخذ مبلغ ريال على حساب الجاري، لان التشيك ارتجع له. زين، أيوة. ما مشكله. ايوه، اخو محمد بينسحب. نعم، واضح سؤالك، بنوجهه لضيفنا وان شاء الله يفيدك. شكرا اخ محمد. نجاوب على اخ محمد قبل ان نرجع لمحورنا. لا، هو طبعا اللي اعرفه انا بالنسبه للريالين او 3 ريال على حسب حساب توفير او جاري، ما يستقطع الا خلال مرور، يعني عند مرور شهر، وانه الرصيد اقل من 100 ريال بالنسبه للحساب التوفير. فهذا سبب اخر ربما، يعني لا، ايوه، يعني سبب اخر ما له علاقه بالشيك. لا، ما له، يعني شركه تمويل طبعا عشان تروح بنك معين لازم تجمع الشيكات مثلا مال اللي مستحقه خلال 3-4 ايام، لانه صعوبه طبعا عنده الاف الشيكات. ايوه فعلا. لكن انا اللي متاكد منه انه البنك ما يسحب مبلغ ريالين او 3 ريال حسب نوعيه الحساب الا اذا كان تعدى شهر، انه الرصيد اقل مثلا من 100 ريال في حساب التوفير. اما اذا كان يتكلم عن الباونس تشيك، يعني التشيك المرتجع. لا، ما المرتجع يتكلم، هو ريالين. ريالين مال البنك، العموله اقل، الرصيد اقل من 100 ريال. لا، بس هو يتكلم انه هو شركه التمويل تتاخر تقدم الشيك، لانه شركه التمويل عندها، معليش، فهو يقول لما نتاخر الشركه لتاريخ 20 والشيك كان مستحق 10، وهو اعطاهم اسبوع كامل قبل، يبدو انه هو صرف المبلغ، بعدين يصير الشيك ما بدون رصيد. لا، هو اذا كان صرف المبلغ فهو يفترض انه المبلغ هذا اساسا رصده لموضوع القسط، فما يتصرف فيه. ايوه، لكن هو اذا كان قصده يقول انا يعني فعلا كان 80 ريال او القسط 84 وانا كان عندي بالضبط 85، جاء البنك ال 10 ريال مقصر ريالين مال عموله رصيد او اقل من الرصيد، اقل من 100 ريال، فهذا ما يتم، لانه اساسا شركه التمويل ما تعد 10 ايام، ما له علاقه بالشيك. زين، احنا بنتكلم عن موضوع، انا يعني نختم محور القانون الجزاء 290، تعاقب اصدار شيك بسونيه، و291 يا جماعه انتبهوا، هي تعاقب الدائن اللي يقترح. ايوه سيدي. بسونيه، انت ما عندك فلوس، ما مشكله، عطني شيك. هذه ترى جريمه يعاقب عليها المادة 291. هو أهم نقطة أخت ميمونة هي موضوع اللي هو المبدأ المحكمة العليا اللي هو صدر في 2004، هذه أهم نقطة هي اللي تميز بين اللي هو الشيك اللي مجرم قانونا إسناد لقانون الجزاء، وشيك اللي يعني تنظيمه ممكن نقول أنه أصبح ورقة تجارية بسبب واحد. المحكمة العليا في الطعن رقم، والله مش فاكر رقم الطعن، لكن في 2003 الطعن 532 أو حاجة مش فاكر بالضبط، في 2004 على ضوء الطعن هذا قرار كان 55 أصدرت بند قانوني اللي هو أنه بعض الشيكات ونتيجة لاتفاق الطرفين ونتيجة علم الطرفين أنه ربما ما يكون في رصيد الآخر، طبعا استندوا بمفهوم مخالفة لقانون الجزاء 291 لأنه ما في سوء نية. فهمت قصدي؟ فبالتالي يعامل معاملة مدنية، بمعنى الناس اللي يسوون شيكات هذه 50 شيك 60 شيك حتى التمويل. أيوة. هذا مو سيء النية. أيوة. الطرفين متفقين ومتفاهمين على هذا الشيء، متفقين، لأنه صعب أني أنا أؤكد مثلا أضمن بعد سنتين يكون في رصيد. الشخص تعثر في السداد الشيكات
وارتجعت شيكاته حق شركة تمويل في هذه الحالة ما يعتبر أو ما يتم إدانته حسب المادة 290. لا لا ما يمدم أبدا. جميل. يعني وهذا صراحة هذه يعني هي القاعدة نقطة, اللي... نقطة جيدة. وتأكيد للكلام نفس الشيء مثل ما خبرت قبل الحلقة. شرطة عمان السلطانية والإدعاء العام حقيقة متعاونين لأقصى الحدود في موضوع الشيكات من واقع تجربة. كيف يعني؟ يعني مثلا شرطة عمان السلطانية في موضوع في عندها مكاتب في بعض المراكز مخصصة بموضوع الشيكات, يتواصلوا ويحاولوا بأي طريقة يتواصلوا ويعملوا تسوية قبل ما يرفع الموضوع للإدعاء العام, لأنه الإدعاء العام طبعا بيكون بيجون حتى إصدار شيك بدون رصيد, صح ولا لا؟ وبالتالي لازم يحلها المحكمة يعني بقدر الإمكان يحاولوا يلملموا الموضوع قبل, وهذا شيء صح. أنا ما أريد نضغط على محاكمنا, ما أريد نفس الشيء نسبب مشاكل, خاصة إذا في حسن نية من الأطراف يعني إنه يريد يحل الموضوع. كذلك الإدعاء العام, الإدعاء العام بقدر الإمكان يحاول يعني إنه يقلل حجم القضايا المحالف جرائم شيكات إلى المحاكم, وهذا لمصلحة الجميع, المحاكم والإدعاء والشرطة والمواطن والمقيم كذلك يعني. زين هذا يعني انقلنا إلى سؤال مهم هو إيش يعني حق عام في جريمة الشيك؟ مو يعني حق عام, والله شوفي هو طبعا الحق العام, شوفي قانون الجزاء قانون عام. نعم. أي شيء يرتكب وقائع يعني نص عليها وذكرها قانون الجزاء, هذه مش ارتكبت على شخص معين فقط, هي ارتكبت على المجتمع كامل. فالإدعاء العام أو النيابة العامة كما في بعض الدول تسمى هي الممثل الشرعي أو القانوني للمواطنين أو للسكان والمجتمع. فهي اللي تدافع عنهم, أنت ارتكبت مخالفة لأنه هذا قانون عام. فهو لما ارتكب حرر شيك بدون رصيد بواقع احتيال أو قصده مثلا سوء نية موجود, هذا ما له ضر الشخص الآخر واعتدى عليه, هذا اعتدى على المجتمع كامل. يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب. يعني احنا فاهم قصدي. نعم. يعني احنا لما نعتبر هذا الشيء شأن شخصي معناته هذا الشيء بس لحظة ليش هو حق عام؟ لأن الحين مثلا على سبيل المثال ناخذ مثلا السيارات, حوادث السير معروف حق عام. ليش؟ أول شيء عطل الطريق. نعم. ثانيا إهمال. نعم. ثالثا يمكن تسبب في أضرار إتلاف ممتلكات العامة أو الخاصة مثل الشارع سيارة شخص آخر. نعم. يمكن شخص لا سمح الله تعرض لإصابة أو وفاة أو كذا, زائد أن الإحصائيات عامة بتكون أن عمان فيها نسبة حوادث كبيرة, لأنه يعني الإدعاء العام مسؤول. نقارن مع الشيك كيف هذا؟ لسببين. أي فعل يعني الجريمة حلها ركنين, ركن مادي وركن معنوي. نعم. صح ولا لا؟ صح. الركن المادي ارتكاب الشيء تحرير شيك بدون رصيد, الركن المعنوي سوء النية. فهمتي؟ السرقة كذلك, ارتكاب السرقة يعني القصد أخذ مال الغير. فهمتي قصدي؟ نعم. هنا الادعاء العام هو المسؤول مثلا. أما بالنسبة للمرور ما في جريمة. وين في المرور ماشي جريمة؟ أيوة ما في جريمة. فهمتي؟ هنا هذه جريمة. أنا أعطيك مثال بسيط. نعم. يعني مثلا المرور في جريمة مثلا المرور يكون في المادة 50. نعم. مادة 50 مثلا في المرور. أيوة. لو كان واحد في حالة سكر أو في حالة رعونة وتهور نظمتها المادة 50 وأصبحت جنحة يسجن من 3 شهور إلى سنتين أو 3 سنوات. نعم. فهمتي؟ فهمت. فهنا يدخل فيها طبعا قانون خاص يقيد العام اللي هو قانون الجزاء العماني, معناته أنه هذه المادة تضمن داخل قانون يعني يحاسب الشخص جزائيا على ارتكابه. أوكي. يعني معناته مثل ما قال الأخ محمد المامري أن الشخص اللي الساحب اللي ارتجع شيكه وقام طبعا شخص المدائن مثل محمد راح ادعى العام رفع دعوة ان هذا الشخص اعطاني شيك بدون مقابل وفاء وبسونية وكل شيء, وصل للادعاء العام وبعدين شو اسمه اذا دفع اي تم اثبات ان هذا الشخص ما دافع. اذا دفع في هذه المرحلة يعني يقول لك محمد المعمري ما مستفيد, فايش الشرح القانوني هذه؟ لا ما مستفيد له طبعا, لانه هذا ما اللي اعتدى على محمد. ايوه اعتدى على المجتمع فعلا. فهمتي قصدي؟ فحتى لو محمد رجع له المبلغ هو اعتداء على المجتمع حق عام. هي صح يعني واقعة بين شخصين واقعة فردية ونضرر منها شخص معين. أيوة. لكن هذه يعني أيوة. على المدى البعيد ضر المجتمع اذا ما يكون فيها عقاب. عقوبة تأديبية بيكون ما في ائتمان. بالضبط. ايوه هذه النقاط الأساسية. ائتمان ترى هو مبدأ استقرار المعاملات, هذا يعني أهم مبدأ موجود يعني فعلا. سواء في التجارة أو في الحياة العامة فعلا. فهذه أشياء مهمة فعلا فعلا. الحين إحنا بنرجع إلى محاورنا نستكمل بقية محاورنا. كان واحدة من المحاور نتكلم فيها عن يعني جريمة الشيك. الحين في طرفين في الجريمة, في شخص اللي هو المشتكي اللي هو المدائن إله مبلغ عنده
عند حد، وفي الشخص المسحوب يعني الساحب اللي أصدر الشيك وما له مقابل وفاء، كيف يعني مو يسوي الشخص اللي بعد ما يتابع مع الشخص وما يدفع له وعنده شيك؟ عنده شيك هو طبعا. شوفي الشيك هذا لازم خلال 6 شهور على حسب ما أعرف يعني، إذا ما تغيرت القوانين يروح البنك عشان يطلب شو اسمه، لا تقبل لا تقبل الدعوة في 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 إلا إذا كان الشيك مرتجع رسميا، يعني يروح البنك. أيوة. وفي البنك هناك يختموا عليه أن في ختم مرتجع، يا يختموا عليه يعطوا ورقة ثانية مرفقة. أيوة. أنه مرتجع، هذا الشيك مرتجع. مرتجع بعدها يروح فين؟ يروح للإدعاء الشرطة. الشرطة الشرطة يحول الموضوع للإدعاء العام. نعم. وبعد ما يحول الموضوع للإدعاء العام يأخذ مجراه طبعا تحقيق. أيوة. يتصلوا بالشخص، عشان كذا أقول لكم متساعدين إلى حد كبير يعني بصراحة للإدعاء العام. في كل الأحوال مصدر الشيك، المعلومة المهمة بالنسبة لنا في حلقة اليوم إنه مصدر الشيك اللي ارتجع ترى لو وصل للإدعاء العام حتى لو دفعت المبلغ ترى في المحكمة يتم إدانتك بجريمة إصدار شيك. بس في نقطة، إلا إذا في الإدعاء العام أثبت إنه كان حسن النية. إذا حسن النية، إذا أثبت أيوة ما يروح خلاص يقبل الملف في الدعوة وبالتالي ما يروح محكمة تحفظ. أيوة إذا كان أثبت فعلا إنه في حسن النية، صح إنه أنا اشتريت منك البضاعة لكن أنا اتفقت معك بوجود مثلا شهود إنك أنت رفضت تبيعين البضاعة إلا إني أعطيك شيك حالي وانك تعهدت مثلا يعني. يعني في عده اثباتات يعني. نعم. طبعا قناعات طبعا القاضي التحقيق او قصدي الوكيل الادعاء او غيره هو اللي يقوم يقدر يعني بالشهود وكذا. انزين احنا اليوم على نغير لكم شويه الجو، بدل ما على طول نجيب الجريده الرسميه اخر شيء، بنطلعكم على جريده رسميه لهذا الاسبوع وبعدين نرجع إلى محاورنا مع ضيفنا الكريم. جريدة الرسمية اللي صدرت هذا الأسبوع هي رقم 1095 الصادرة في 5 أبريل 2015، وتضمنت عدة قرارات وزارية صدرت. قرار وزاري رقم 41/2015 اللي هو صادر عن وزارة الأسكان لإثبات لائحة إثبات وتسجيل الملك، ويمكن إحنا في حوار في القانون يمكن نخصص حلقة على هذا الموضوع لأنه مهم جداً. وعندكم القرار الوزاري رقم 84/2015 من وزارة الزراعة والثروة السمكية بشأن حماية أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة أشباه النخيل وفسائلها. ويوجد عدة إعلانات أيضا صدرت في عدد الجريدة الرسمية 1095، منها إعلانات بوزارة التجارة بالنشر عن طلبات تسجيل العلامات التجارية وتجديد مدة حماية العلامات التجارية. وأخيرا أصدر مجلس المناقصات إعلان عن طرح مناقصة رقم 18/2015. فإذا فقرتنا الثابتة معاكم اللي هي إطلاعكم على الجريدة الرسمية بشكل أسبوعي، يعني هذه هي، وكان عدد الجريدة الرسمية رقم 1095 الصادر في 5 أبريل 2015. إحنا اقترب الموعد من يعني موعد حلقتنا من النهاية. 5000 جريمة شيك بدون رصيد في سلطنة عمان سنة 2015 في المرتبة الثانية. 15 ولا 14؟ 2014. نعم. أي 2014، وفي المرتبة الثانية من الجرائم الأكثر شيوعا في سلطنة عمان. إيش رسالتك الأستاذ محمد للمستمعين؟ رسالتي في شيئين. الشيء الأول على طاري موضوع الجريدة الرسمية، يجب أن تفعل الجريدة الرسمية إعلاميا، ويجب أن يعرف الناس أن الجريدة الرسمية هي ليست جريدة عمان مثل ما كثير من الناس عارفة. هي مختصة بالقوانين، تصدر شهريا أو نصف شهريا، توزع على الدوائر الحكومية ولا توزع على الأفراد. يفترض أن يكون توزيعها بشكل أكبر، انتشار أيوة، يكون فيه حتى من ناحية وسائل التواصل الاجتماعي، هذه مهمة جدا. الشيء الآخر والشيء المهم، تفعيل الكمبيالة فيما يخص الشيكات، لأنه بتحل الجزء الأكبر من المشكلات الموجودة في موضوع الشيكات. جميل جدا. هذا ختام طيب، وخذيت نصيحة قانونية من مصدرها. في نهاية حلقتنا أصدقاء حوار في القانون ومستمعينا الكرام، نود أن نقدم الشكر الجزيل للأخ والزميل المحامي والمستشار القانوني محمد بن علي اليحيائي على وجوده معنا في حلقة اليوم. تسلم ألف شكر، جزاك الله خير. أعزائنا المستمعين، نشكركم على تواصلكم معنا وعلى إثراءكم الحوار الليلة، وتتمسوا بألف خير. إلى اللقاء. حوار في القانون مع تحيات ميمونة بن سعيد السليمانية.